مرة تانية. واضح طبعا النهاردة حر صح؟ اه باين من الرطوبة. التكييف شغال وبرضه مش جايب اي نتيجة. نشوف يعني الارصاد الجوية. تتوقع النهاردة انه حالة الطقس اليوم حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا، ومعتدل على السواحل الشمالية. الطقس كمان بيكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والساحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على جنوب الصعيد وكمان جنوب سيناء. صحيح. يعني سريعا بتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء. وخلينا نعرف ليه مزيد من المتابعة عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور إيمان صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. دكتور بدأنا هو مرحلة جغرافيا دخلنا في فصل الصيف، وايه معنى جغرافيا دخلنا في فصل الصيف؟ الحاجه الثانيه، احنا الحمد لله بقى لنا مده، ده لغايه امبارح الجو كان رائع بعيدا عن اشعه الشمس المباشره، ده موضوع وده موضوع، لكن في البيت حلو الجو الجميل يعني. حقيقي فعلا. هو طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا النهارده هو البدايه الرسميه والجغرافيه لفصل الصيف. طبعا الفصول اللي بتتقسم على مدار السنه الاربع فصول، الصيف طبعا والخريف والشتاء والربيع. ده طبعا طبقا لدوره الارض حول الشمس، وده طبعا بيؤدي للفصول الاربعه. فاحنا بدانا فعلا فصل الصيف النهارده، هيستمر معانا لمده ثلاث شهور حتى 22 سبتمبر ان شاء الله. فصل الصيف طبيعته دايما ان احنا بنتاثر بمنخفض الهند الموسمي، ده بيأثر علينا بارتفاع درجات الحراره وايضا نسب الرطوبه، لكن احيانا في بعض الاوقات بنتاثر بمرتفع جوي قادم من جنوب اوروبا، ده بيعمل على تلخيص الحراره وايضا نسب الرطوبه. احنا حتى الان متاثرين بهذا المرتفع الجوي، وده اللي فعلا محسسنا ان درجات الحراره يعني تعتبر في المعادلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام مفيش ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه حتى الان. من اليوم وحتى نهايه الاسبوع احنا ما زلنا في المعدلات الطبيعيه، يعني السواحل الشماليه بتتراوح من 28 29 درجه، الوجه البحري والقاهره من 34 ل 35، وجنوب الصعيد من 40 ل 41. لكن مع نهايه الاسبوع يوم الجمعه والسبت القادمين هيكون في ارتفاع طفيف في الحراره بحوالي من درجه لدرجتين تقريبا، وده طبعا هيكون بسبب ان منخفض الهند الموسمي هيمتد وياثر علينا يوم الجمعه والسبت القادمين. لكن على ذلك يعني هو نشاط الرياح بيلطف الاحساس اكثر بدرجات الحراره، وده بيكون موجود معانا على فترات من اليوم وايضا في ساعات الليل، يعني يمكن بيؤدي الى احيانا في بعض المناطق بنسمات بارده في ساعات الليل المتاخره زي المدن الجديده والمناطق المكشوفه، ده لسه مستمر معانا حتى الان. طبعا الرطوبه ما زالت الحمد لله ما ارتفعتش بشكل كبير، لان نسب الرطوبه لما بترتفع ده بيزود احساسنا بدرجات الحراره، والملاحه البحريه على البحرين الاحمر المتوسط معتدله تماما مهيئه لكافه عمليات الصيد والملاحه. احنا عموما خلال فصل الصيف دايما بننصح بعدم التواجد تحت اشعه الشمس المباشره الفتره من الظهر حتى الخامسه عصرا، لان دي الفتره اللي بتسجل فيها درجه حراره اعلى قيمه لها، وبتكون الشمس عموديه اثناء فترات النهار. طبعا ارتداء الملابس القطنيه الفاتحه ده مهم جدا اثناء ساعات النهار، وتناول الميه والمشروبات على مدار اليوم، وطبعا لازم يكون معانا شمسيه لو احنا مضطرين للخروج اثناء فتره الظهيره. يعني يا دكتور ايمان، افهم من حضرتك انه في دلوقتي ارتفاع درجه حراره هيقعد لحد اخر الاسبوع ويرتفع اكتر؟ لا، احنا الان ما فيش ارتفاع في الحراره، لكن مع نهايه الاسبوع هترتفع بحوالي درجه لدرجتين تقريبا. يعني مش هنرجع تاني للمعدلات الجو الربيعي اللي احنا كنا فيه، مش هيرجع؟ لا، الارتفاع هو ارتفاع بسيط ومؤقت، وهنرجع طبعا للمعدلات مره ثانيه ان شاء الله. لما نشكر حضرتك دكتور ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه، شكرا ليكي. نجهز بقى شنطتنا وعلى جمصه وجري بقى عشان الجو طبعا. خلينا نشوف بيان بدرجات الحراره المتوقعه.